when the verb ends بالك sound أو الـ p sound أو s أو sh أو ch أو الف sound الإيد اللي بنضيفها بنسمعها t لأن الأصوات دي كلها بنقول عليها voiceless بنقول عليها voiceless ما بتسببش اهتزاز في الأحبال الصوتية يبقى أنا عندي لما بنتهي بصوت إيه بصوت الك زي كلمة بيك لو انتهيت بصوت الب زي كلمة chop لو انتهيت بصوت الس زي كلمة كس ولو انتهيت بصوت ش زي كلمة wash لو انتهيت بصوت ش زي كلمة watch ولو انتهيت بصوت الف زي كلمة laugh هعمل ايه بقى في الاي دي ديت هنطقها تا هتبقى شبههم زي ما هما voiceless فنحول الاي دي لصوت قريب ليه فنقول ايه ت ت فاقولها ايه cast chopped زي ما هنشوف دلوقتي bake baked chop chopped kiss kissed brush brushed watch watched wash washed dance danced ask asked talk talked cook cooked walk walked laugh laughed كل الاي دي اللي هنضيفها عشان نعمل past simple هنطقها ت طيب لو انا انتهيت الفيرب بتاعي ends بصوت ل او صوت م او صوت ن او صوت ز او حتى vowel sound any vowel sound الاصوات ديت هتخلي الاي دي ننطقها د هننطق الاي دي ايه د فهنا call called pull pulled play played ليه ظهرت اليد اد اد ليه ظهرت اد مع ان الاي دي هنا ده لان صوت الاي في ايه ساوند في الاخر play اد اد study studied clean cleaned use used climb climbed listen listened water watered